ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته membaca Al-Quran bitahunni dengan bacaan qiraat Imam Qalun, Warash dan Khalaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا الصبر والصلاة إن الله مع الصابرين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين يا وَلَا تَقُولُوا ولكن لا تشعرون
وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقسم من الأموال والأنفس وبشر الصابرين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.